نروح لفاروق وهنا بقى نشوف مجهزين لنا ايه. اتفضلوا. كل الشكر للزميل العزيز احمد سمير، طبعا برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب طبعا بزميلتي العزيزه هنا ابو القاسم. رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا، وصناق يا مصر طول الزمان ليبقى شبابك جيلا فجيلا. على كل ارض طرقنا علامه، قلاعا من النور تحمل كرامه. بكلمات النشيد الوطني للقوات المسلحه المصريه، الكلمات اللي كتبها الشاعر العظيم الشاعر المصري فاروق جويدة ولحنها الموسيقار كمال الطويل. بنستهل يومنا وبنبدا يومنا ويوم النادي الاهلي في تكريم قواتنا المسلحه لذكرى واحياء ذكرى انتصارات اكتوبر رقم 48. هنا دور هام للنادي الاهلي ودور المجتمع اللي بيلعبه النادي الاهلي دايما في كل المناسبات. في البدايه طبعا برحب بيك زميلي فاروق، برحب زميلي احمد سمير وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ومن داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وسط اجواء اكثر من رائعه، احتفالا طبعا بذكرى حرب 6 اكتوبر 48. وزي ما قلت يا فاروق، يعني الحقيقه النادي الاهلي دايما بيكون حريص على دوره المجتمعي مش بس الرياضي، وطبعا ده بنشوفه من خلال الاحتفالات والمبادرات اللي بنشهدها الحقيقه طوال العام. يعني النهارده هيكون يوم مميز جدا على هامش الاحتفال، هيكون في مباراه وديه بين قدامى نجوم واساطير النادي الاهلي لكره القدم. المباراه طبعا هتبدأ في تمام الخامسة مساء. كمان تم دعوة عديد من أبطالنا أعضاء النادي الأهلي اللي شاركوا في حرب أكتوبر، يعني ودي أقل حاجة طبعا نقدر ويقدر النادي الأهلي يقدمها لهم. كمان تم دعوة عديد من ناشئي النادي الأهلي، والحقيقة دي لفتة طبعا طيبة جدا، يعني هيكون في عديد من الأجيال. يعني النهاردة هيكون طبعا يوم مميز جدا. كمان يا فاروق خليني أقول لك أن طبعا هيكون كل ده في وجود كابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي، يعني زي ما قلت طبعا هيكون يوم مميز جدا يا فاروق. بالفعل هنا يعني عايز اقول لك برضو زميلي احمد، اليوم النهارده وتفاصيل اليوم زي ما استعرضت هنا ابو القاسم تفاصيل اليوم، طبعا المباراه الوديه اللي هتقام ما بين لاعبي النادي الاهلي القدامى اجيال النادي الاهلي، ومش عايزين احنا يعني نستعرض اسماء عشان ننسى احد من الاسماء، لكن خليني اقول لك ان المباراه هيديرها الحكم الدولي السابق طبعا الكابتن سمير عثمان. الفائز بهذه البطوله او بهذه المباراه هيحصل على كاس شهداء حرب اكتوبر. ايضا عقب المباراه هيكون تكريم للنادي الاهلي والحفله الرئيسيه للنادي الاهلي بتكريم ابطالنا اللي شاركوا في حرب اكتوبر. طبعا النهارده تم توجيه دعوه لمعالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وايضا مندوب من قواتنا المسلحه المصريه والعديد ولفيف من الاعلاميين والشهداء وشهداء حرب اكتوبر. طبعا دي كانت كل الكواليس كل الاخبار من هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. من جديد عوده الى الزملاء في الاستوديو. فاروق صلاح وهنا ابو القاسم بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر كمان الزملاء الاعزاء كريم احمد ومريم سميح على التفاصيل اللي نقلتوها للمشاهدين.